مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم. يوم جديد وحلقه جديده والسادسه. مش محتاجين نحكي ومش محتاجين نتكلم ومش محتاجين حضراتكم تتاكدوا، لانه مصر كلها بتتكلم على ماتش امبارح وعلى اخطاء التحكيم في مباراه الاهلي وبيراميدز، عن هدف سليم لم يحتسب وعن ضربه جزاء سليمه وتاكدت يمكن وتابعناها في كل الاستديوهات التحليليه واكدوها كل خبراء التحكيم انه الاهلي ليه ضربه جزاء لمحمد شريف ولم تحتسب. هنا وفي نفس المكان امبارح قلت وحذرت للأسف الشديد جدا من أن المباراة شديدة الحساسية، وللأسف الشديد دي مش الغلطة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة ولا الخامسة، وعد زي ما أنت عايز للتحكيم في مباريات الأهلي. الأهلي يتعرض لظلم شديد جدا أدى لأنه فقد 6 نقاط في مشوار منافسته على بطولة الدوري. امبارح الفار لم يحضر أحد، امبارح الفار شاهد ما شافش حاجة، امبارح الفار لا أرى لا أسمع لا أتكلم. أنا مش بس بتكلم على صحة الهدف وعلى صحة ضربة الجزاء، أنا بتكلم على كور ممكن ببساطة شديدة جدا الناس كلها تتفق على أنها ممكن تكون محل شك، وللأسف شديد جدا حتى دي الفار ما انتبهش ليها. ده اللي بيأكده الحقيقة جمهور النادي الأهلي وحالة الغضب الحقيقة والظلم اللي اتعرض ليها مش بس لعيبة الأهلي في الملعب ومش بس الجهاز الفني مش بس إدارة النادي الأهلي، لكن أقدر أقول أنه جماهير النادي الأهلي كلها الحقيقة حاسة بظلم شديد جدا وحاسة بتعنت شديد جدا من الحكام. مواقف كتيرة جدا اتكررت ونبهنا ليها أكتر من مرة وقلنا أنه ملف التحكيم أو يعني عشان يكون أكتر دقة ملف الأخطاء التحكيمية ملف مفتوح عمره ما يتقفل أبدا. الحقيقة يمكن نتيجة ماتش بيراميدز امبارح خلت الناس تروح لسيناريوهات أبعد، وأتمنى أنه السيناريو ده ما يكونش صحيح. حضراتكم عارفين أنه السنة دي في قاعدة أو في لائحة أو في بند اتحط أنه في حالة توقف المسابقة لأي سبب من الأسباب يعلن متصدر الجدول هو الفائز بالبطولة، والأهلي السنة دي للأسف وعلى وجه التحديد بيدفع فاتورة بطولته، بيدفع فاتورة الثلاثية. الأهلي اللي عنده ارتباطات دولية كتيرة جدا منها وأولها تكون رحلته في قطر عشان يشارك في كأس العالم للأندية، يرجع بعدها يبتدي مشوار العشرة بإذن الله، وكمان هيكون عنده لسه مباراة بطولة سوبر إفريقيا، وده معناه إن الأهلي هيكون ليه مؤجلات كثيرة جدا، وده معناه أيضا إنه في احتمالية لفقدان اللقب نتيجة البند ده. كنت أتمنى عشان يكون في مزيد من العدالة ويكون في مزيد من الشفافية ان البند ده يبقى مرتبط بقاعدة تانية او بشرط تاني بيقول بشرط ان تكون كل الفرق المشاركة في مسابقة بطولة الدوري لعبت عدد مباريات متساوي على الاقل درءا للشبهات، لكن ده طبعا ما حصلش، وده مخلي انه الجماهير النادي الاهلي تفكر بشكل كبير جدا انه التربص او التحفز او محاولة تعطيل مسيرة النادي الاهلي مقصودة وعن عمد. هنتكلم كتير وهندخل في التفاصيل. مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير يا سارة.